السلام عليكم، عدنا إلى الحماس، القفز، الزحف، التسلق، كل شيء بالعالم. تعالوا نشوف الحلقة شو مخبيت لنا من أولها ركض، من أولها لآخرها ركض. أوه، عفوا 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 عفوا، من أولها موت. من أولها موت. شو مخبيت لنا هالحلقة؟ طبعا أسلاك شائكة ما فينا نقرب عليها، معناتها ما نطلع صرنا من فوق. من أول الحلقة حماس ونطاح وتسلق. طيب وين ننط بعدين؟ تسلقنا وبعدين هيك مثلا ومنلف هيك ومننط، نرجع ونقرب نرجع ويلا قطعنا السلك. الحمد لله. هذا عادي، هذا عادي. في هونيك اثنين. وين بدنا نروح بس؟ يا ريت يقولولنا بس. طبعا بتذكر انه كل الشرطة بالبلد لاحقتني على اساس نطلع هون. ممكن ننزل هيك وقتها. بلش لقونا 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 لقونا، نحاول نضل راكدين، نسحب من تحت هاي. وبلشنا بلشنا بلشنا بلشنا، ما عاد في خلاص. نطلع فوق هي، نضل راكدين نضل راكدين. في خطوط ليزرية علينا وما بعرف شو بيصير بالعالم. اتركوني اتركوني. حاول نتفادى حاول نتفادى. متنا. طيب ليش كل هالقد الضغط عالي من اول الحلقة؟ ما معقول. يمكن ما لازم نضيع وقت، لأنه ضيعت وقت أخرت القصة. اركض هيك أقصى السرعة. هدفنا هوني. بيقولوا لنا يا وقف يا بدنا نبلش نقصك. انزل هيك. هاي طريقة أزيد من سرعتي، بس ما شو هي. بعد هاي هون بدنا نعمل هيك. لا انا حطيت عليها. اي 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 لا 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 لا، نعمل هيك نسحف. متنا. هاي الشغله اللي على الارض الحمراء شو هي يا ترى؟ كانه شغله ما فيك يعني ما بدك تنط عليها. لا مو من اولها. طيب وهيك هون فينا نضل راكدين. نعم فينا نضل هيك راكدين. نقطة سريعة نقطة سريعة. هي أقصى سرعة بالعالم أنا راكب فيها. هون 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 تتخبى. بعدين شفتوا؟ شفتوا بالزاوية فوق على اليسار؟ فظيع. طيب نط هيك. نركض بشكل أقصى سرعة. وهيك. أقصى سرعة، أقصى سرعة كمان. لا لا لا، ليش وقفت؟ ليش وقفت؟ بطئت كثير. هذيك المرة زبطت. بنط هيك. نركض 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 هيك. ناكل ضرب. كل هالقد في عالم لاحقني، شو عامل انا؟ شو عامل؟ غريب غريب قديش كتار مكترينهم. حاول مرة تانية. انطلاقة. يلا 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 يلا، هالمرة شكلها بتزبط. خلاص نركض هيك. يمكن في شي غلط عم نساوي، ما بعرف شو هو. هلا نكتشف. نركض هيك او ننزل من تحت هاي مثلا. لا ما فينا ما فينا. نضل راكدين هيك. نقطع هاي مثلا. نضل راكدين هيك. يمكن هالمرة زبطت.
ماتت. طب شو الحل؟ حدا بيقدر يقول لنا شو الحل؟ والله صعبة صعبة، أنا عم بلعبها طبعا أول مرة مع المشاهدين، بقى ما بعرف أبدا إنه شو السبب الصعوبة كلها، بس ممكن يكون في طريق تاني وأنا ما لي عرفان. يمكن نطلع لفوق مثلا، لا بيقول لي اركض هيك. طيب هي ركضنا هيك، اركض هيك، نط هيك، خل راكبين هيك، خل نحاول نتفادى. ايه يمين يسار يمين يسار يمين يسار، كمان ما في امل، ما عم نقدر نقطع هالحيز. يمكن عم نعمل شي غلط، يمكن لازم نتسلق الحيط مثلا، كل شي بيصير. شوفوا قديش اللعبة فيها معاناة، للي حابب يجيب اللعبة بده يعرف انه هو بده يعاني كل هالقد. الا طبعا اذا كان لقى طريق اسرع من الطريق اللي احنا ما عم نعرف نلاقيه. ما بعرف اذا الانطلاقة اللي عملتها هلا بتعمل اي فارق. ضل هيك راكضين، حاول امشي بكل الجهات مشان بركي ما بشوفوني على اساس كأنه الانطلاقة أحسن المرة شوي. عدينا عدينا لأول مرة لأول مرة. حاول حاول حاول، نط هيك نط هيك نط لهون، نركض هيك ونفوت من هون. يا الله يا الله شو كانت صعبة. يا الله، وأخيرا وأخيرا بيعتقد بالصدفة قدرنا نقطعها. طيب بنكمل، يلا يا شباب يلا يا شباب، بدنا نحرك هال عم بحركه على اليمين، ما عندي فكرة شو حيساوي. بنط بدنا نستعمله كقفزة هذا الاختراع. هيك هوب، تمام، نطلع على هاي، نطلع على هاي، نطلع على هاي، نطلع على هاي، ونطلع، نفوت، وين طلعنا؟ عم بيقول إن نحن محاصرين، خلينا نركض على هذا الاختراع. حنركض عليه. طيب نضل نازلين لتحت على ما يبدو، ما عندي فكرة كيف. كان لازم نضل عليه يعني، نرجع نعيدها، كان لازم نضل عليه ولا لا؟ ليه شو في؟ قلت ننزل لتحت، اركض هيك اركض هيك، انزل على هاي، نط على هاي، تشقلب، نط على الحيط، بنكمل، نركض على الحيط، نركض على الحيط ونتشقلب، نضل راكدين على الحيط. يا سلام، ركضة الحيط هي فظيعة خيالية. ونط هيك، لا 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 لا، أنا كبست الزر بالغلط، بس كبست الزر مرتين. بس حلوة كثير والله هالمنطقة، شوف كلها ركض حيطان. أول شيء هيك بشكل جانبي، هي قصدك نطها بشكل عادي. شوف كيف نعمل هيك، نط هيك وعلى هي، ونط على هي، ننزل لتحت ونطلع هون، نركض هيك ونط على هاي. لا ليش؟ يا الله قديش انت بدها تمرين، بس مجرد تمرين انا اعتقادي. هاي نسحط عليها زحط، وهي على الحيط هاد نط هيك، تمام. هاي على الحيط هاد نط هيك، تمام. على الحيط هاد نط هيك، تجي على هاي وبتنط، تنزل هيك كمان،
يكفي. فرجيني انزل كمان. هاي للأمان والسلامة نركضها مزبوط. نركض هاي هيك وهيك وهيك. شو بدنا نسوي؟ ما فهمت. هيك يعني emergency overflow gate control. نروح على هذاك الباب شكله. طب كيف يعني هيك؟ طيب قديش كانت صعبة. وهيك نكبس هذا الزر شكله. بعد ما كبسناه شو بده يصير؟ فتح الجسر ولا السد ولا شو هاد؟ ولا باب يروح لهونيك؟ طيب شوف شو نساوي. بدنا نكبس الزر وننطلق. كبسنا الزر وانطلقنا. يسكر. نكبس الزر ومعنا وقت. يلا اسرع 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 اسرع. نسحط هيك واجتزنا الغرفة الفظيعة. تعرف الغرفة غرفة شو؟ هاي بدنا نطلع كيف. ممكن تكون مثلا هيك او ممكن تكون ما بعتقد تكون هيك. ممكن على هاد. غريبة هي الزاوية كيف بدها تصير. ما انا شايف غير هيك. شايفها كثير عالية. طيب نحاول هيك. قربنا بس هل هذا هو الحل؟ ما بعرف. ننط هيك. ما عم بقدر ما عم بقدر. معقول من هالزاوية اسهل؟ هنا بيقولوا لي انك توصل لهون بس انا ما شايف غير هداك السلم هو الحل. في هاي حاضاوينا وهذا السلم. معقول هذا السلم بس هيك لازم نطلع؟ ما عم بقدر طوله. اوكي شوف الحل كيف. الحل بدنا نطلع على هالحفة ونلفت هيك ونط. يا سلام سلام على الحلول. ونطلع لهون. شوف قديش صعبة هالمهمة. قديش كلك قفز. ونركض هيك وهوب لهون وزحطة فنية. ونكبس هذا الزر. الباب قول انه احنا وصلنا للطرف الثاني من هالمكان. راكبين. لازم اطلع كتير بالعالي. لا كل شيء الا هي. ومنط هاي ومنط هيك ومنط هيك ونطلع لهاد ولهونيك. عم بيقول انه شكله هن وصلوا لنا ومنموت بضربة سنايبر او بضربة اللي هي. طيب هلا عرفنا انه حيجوا لهون.
ship. Looks like they anticipated you might duck in here and send a sniper team ahead. اركض اخر سرعة عليكم. اجا واحد بالصدر. لا ايش هيك عم نقع وقعات يا حبيبي. منيح انه فيك تعيدها فورا من القرن القريبة. منطق منطق واسرع اسرع اسرع اسرع. منطق منطق ونطلع على هاد واسرع شي قفزة هيك واخذ سرعة توازن بعدين نطلع على هذا السلم. طبعا اجى هداك السنايبر ما غيره ليزر. شو صار؟ صار في نوع من التوقف ما بعرف شو بيصير. بكل الاحوال هي كانت، خلينا نوقف هون معلش. هيك هي كانت حلقتنا لليوم من هاللعبة المثيرة. بتمنى انه تلحقونا على روابط التويتر وفيسبوك، وما تنسوا سبسكرايب اذا اول مرة ولايك وشير، وبتمنى تكونوا مستمتعين. وما تنسوا انه هالحلقة وهالسلسلة معتمدة اعتمادا كاملا على اللايك. كل ما زاد اللايك عليها كل ما بنقدر ننزلها اكثر، واذا قل بتقل لتصير حلقة بالاسبوع. كان معكم عمر صاحب اي دي 1 جنجن 1، ومع السلامة.